عندي 15 20 كيلو زياده، جربت جميع انواع الدايت والرياضه. الفيديو ده مهم ليكي. لما يفشل جميع انواع الدايت والرياضه ممكن نفكر في عمليه تكميم المعده. لو خايفه من الجروح وشكل الجروح، في عمليه جديده اسمها بيكيني سليف، معظمكم عارفها. هي عباره عن ايه؟ عمليه جديده تخلي العمليه كمان تكميم المعده تكون بدون جروح ظاهره، كل الجروح مستخبيه في البيكيني لاين. دي فكره جات لي من حوالي 7 سنين، ان ازاي اخلي العمليه تكون في اسرع وقت باقل وجع بعد العمليه باقل جروح باينه تقريبا مكان مفيش جروح خالص. انا خايفه من العمليات، خايفه من المضاعفات، خايفه من ان ابقى تعبانه بعد العمليه. جميع الابحاث اثبتت ان عمليات جراحات السمنه والتكميم، التطور الكبير اللي حصل في الجراحات خلى العمليه بتاخدش في ايدينا اكتر من نص ساعه. الريكفري في خلال 3 ايام بيقولوا كانهم مش عاملين العمليه، خلال 4-5-6 ايام او اسبوع بالكتير تكون راجع شغلك وبيتك وبتاخدي بالك من حياتك عادي خالص. هخس قد ايه؟ دايما بقول كل واحد ليه قصه وحسب وزنه وطوله، لكن العادي ان في خلال 3 شهور بيبتدي يبان عليكي، خلال 6 شهور محدش هيعرفك. في الاخر اهم سؤال، اعمل العمليه ولا ما اعملهاش؟ دلوقتي بقول دايما اكيد في حد عندكم، صاحب، قريب، او حد في البيت نفسه عامل العمليه. الموضوع التجربه خلاص بقى سهل، الموضوع بقى واضح قدام كل الناس، وكتر العمليه واجراءها ده يدل عن حاجه واحده بس، نجاحها وازاي بتغير حياه ناس كتيره. هي فعلا حياه ثانيه، حياتهم بتتغير. دايما بتسأل السؤال ده، يا دكتور اعمل ولا ما اعملش، شجعني ولا لا؟ دايما بقول احنا بنعرض كل حاجه، بنتكلم على الاعراض الجانبيه والمضاعفات وكل حاجه. في الاخر هو قرار عباره عن كفتين، كفه ايه المضاعفات ونسبتها وايه مكسب العمليه. طبعا الكفه بتكسب قوي مكسب العمليه.